لما تبقى كوتش تفكر بالذهنية دي، طب لما تبقى مدير كورة تقول ايه بقى؟ نشوف. الحمد لله على المكسب، وتوقيت مهم جدا، ومع فرقة عاملة ماتشات كويسة قوي، مع جهاز فني محترم كابتن أيمن رمادي. طبعا يمكن بتتكلم في فرقة ما خسرتش من على الملعب ده من شهر 10، 5 شهور دلوقتي، داخل في 5 شهور. آخر مباراة خسرتها كانت مع المحلة في الدقيقة 95، كانت تقريبا في الأسبوع الثالث من الدوري. أنت داخل دلوقتي في الأسبوع 18 أو 19، فده بيبين لك مدى صلابة وقوة الفرقة هنا. لعبوا ماتشات كسبوها هنا مع فرق كبيرة، كسبوا الزمالك، كسبوا فاركو، كسبوا البنك الأهلي، كسبوا إنبي، حتى وهم بيلعبوا خارجيا كسبوا المصري وكسبوا سموحة، يعني بيعرفوا يكسبوا بشكل كويس جدا. يعني الماتشات اللي لعبوها من شهر 10 لحد دلوقتي هنا في على استاد أسوان كلها يا إما مكسب يا إما تعادل. اللقاء كان مهم بالنسبة لنا لأنه جاي كمان بعد خساره في افريقيا، فكان مهم ان انت تفصل، وما بين المباراه والمباراه ما فيش عدد ايام كفايه. فالحمد لله يعني اللعيبه كانت عند حسن الظن، وبرده نفس الكلام اللي بقولته بعد ماتش الهلال هقوله دلوقتي، لازم الفصل على طول يعني سريع، لان انت هتخش في معمعه سان داونز والاستعداد ليه. يعني زي ما حضرتك بتقول يا كابتن، طلعك مباريات افريقيا والدوري تقريبا هيلعب كل سبت وثلاث لمده شهر، فالحمد لله الطمنت على كبير جدا من اللعيبه النهارده بيشاركوا. اعتقد الاهلي، النادي الاهلي ما عادش خلاص فيه لعيب احتياطي واساسي، كل لاعبين تقريبا خلاص اي لعيب بيخش الفرقه بيشتغل بنفس السيستم. تلعب في النادي الاهلي يبقى مليار في الميه عندك السمات والقدرات اللي اهلتك ان يتم اختيارك يعني. فهي دي الحاجات اللي انت بتستناها، دي الفرص اللي انت بتنتظرها، وكل واحد وشطارته، وكل واحد ومجهوده، وكل واحد وعقليته، وكل واحد وشخصيته، وكل واحد وقدراته اللي يقدر يفرض بها نفسه يعني. لكن في النهايه عشان تكمل في كل البطولات لازم يبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبه يعني. هنشوف بس البرنامج الراجل هيقوله دلوقتي، وبعد كده هنقفل زي ما قلت، وهنستعد للمباراه مع كبيره، ومباراه كبيره جدا، وخصوصا مع اخفاقنا في المباراه الاولى، فمهم قوي المكسب ان شاء الله. يعني اهم ما قاله برضه الكابتن سيد، احنا لازم نوصل بعد كل مباراه عشان نقدر نهيئ نفسنا لمرحله مختلفه. فالفصل ده عامل زي اما تكون انت راجل فنان وبتمثل، فعامل دور الشرير هنا، وبعدين هتروح تعمل الجان هنا، أيوه. وبعدين تسيب هنا وتعمل دور كوميدي هنا تاني. لايت كوميدي، وبعدين مش عارف ايه، وبتغير لبسك ودماغك وتفكيرك ممكن في نفس اليوم. وده اللي بيفرق، انه يتقال لك ده عبقري وده شاطر وده القدرات انه يقدر يعمل ده. فالاهلي يستطيع ان يؤدي هذه الادوار لان عنده ناس على طول بخبرتها وحنكتها، زي الكابتن سيد وزي الاجهزه الفنيه. كولر ده يعني طبعا بالنسبه لي واحد من الحاجات الحلوه، زي فايسا كده، انا بحبه يعني، راقي وفاهم وحاسم. فكابتن سيد لازم نفصل، ونتمنى يا جماعه ان ربنا يوفقنا، ونتمنى ان احنا قناعاتنا ما تبقاش مبنيه على نتائجه بس. نشوف فرقتنا بتتبني صح. في استكمال لازم تستكمل، ها، عشان نقطع السكه على الكلام الكتير. النواقص فين؟ متحدده. الشغل هي مش نواقص، هي اضافات، ابجريد، تطوير للي عندك. وده هتشتغل عليه. وعلى فكره وانت كنت مع جوسي كنت بتعمل كده برضو، التطوير 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 التطوير، عشان الاضافات. الاضافات الاضافات، واللي ما 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 بينجحش مش معنى كده ان في فشل ولاعيبه وحشه، في انت بتتكلم لغه، لازم اللي يجي لك يتكلم اللغه دي معاك. اللي يقدر بسرعه يحفظ لغتك اللي هي اسلوبك في الشغل، مناخك، طريقتك في التعامل، بينجح معاك. اللي عايز يفرض اسلوبه هو ما بيقدرش ينجح مع النادي الاهلي. فنتمنى بشيء من المؤازره والصبر الجميل الفرقه هتستكمل يعني احتياجاتها، والناس شغاله، الحقيقه الناس شغاله، و بس مش ضروري بالتوقيتات اللي احنا يعني، فاهم، ما تحطليش توقعات وتحاسب يعني. لكن الناس مجتهده جدا وبتشتغل ومركزه جدا، فمش عايز بقى يطلع حد ينتزع العناوين ويقول لك قال عدل القيع. انا بحكي لك على مناهج شغل ملوش علاقه بالفتره اللي احنا فيها دي. ده اسلوب النادي الاهلي المستمر على الاقل في ال 25 سنة أو 30 سنة اللي أنا يعني كنت مسؤول معاهم فيها في الكورة يعني.
فهو ده مش جديد يعني. فبإذن الله النادي الأهلي يعني يقدم الشيء اللي جمهوره مستنيه منه. يا رب السنة دي نعمل سنة كويسة، يا رب ماتش صن داونز ده عدى على خير يا رب إن شاء الله. يا رب وكل واحد فينا هيأدي دوره، بداية من مجلس الإدارة، نهاية بالجماهير، مرورا بالمسؤولين التنفيذيين اللي موجودين. ده كلام مهم جدا.